السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير يا ربي. نتمنى لكم عطلة سعيدة إن شاء الله. البنات اليوم باش ندير لكم بيبيطات بالحبوب معمر. عندنا البنات مقدمين لكم مقادير هاد الحبوب، كيجي زوين نجربوه. كيتقلى في المقلة، كيتعجن عادي البنات، ها هو تعجننا. فورس عادي، شوية ديال الفينو، بحال زلافة الفينو وزلافة ديال الفورس، كتعجنو عادي مليحة، شوية ديال الخميرة كتعصو وتقطعو وتخليه يخمر وطيبو وتفتحو ونعمرو في المقادير ديال التعميرة. عندنا هنا الفلفلة مقطعة بصيلة، هاهما هادو أنا قطعتهم شتي علاش. قطعت هنا جوج بصلات وجوج فلفلات صغار، الدجاج غنقطعو هنا، كبيدات ولا دجاج ولا بيبي ولا لادان، المهم لي كان كاين زيت باش نقلي هاد البصيلة والفلفلة والدجاج. مليحة تحميرة، البصل كنجبير وشوية ديال ملون ولا الخرقوم. وعندي بغيت ندير هنا هاد الشرية الصينية، غنقطعها باش تجيني مقطعة، غنكون لا على هاد الشكل هادي باش تجيني للتعمارة البنات. المهم أي حاجة كانت عندنا في الدار نعمرو بيها، كنعمر بيها كتجي زوينة. غنقطعها كامل على هاد الشكل هذا. هاد الشعرية الصينية كدير لها شوية ديال الما سخون وكتخليها، من بعد كتولي على هاد الشكل. قطعوها متبقاش طويلة باش تصلح لنا التحمر. إيوا من بعد نعمرو بيها، نزيدوها باش نخليو الدجاج ديالنا والبصلة والفلفلة. اول حاجه غادي ندير البصله في المقله، غتشحر مزيان، نزيد عليها الفلفله البنات، ومن بعد غندير الدجاج بوحدو تشحر مزيان، وعاد نزيدو على البصله والفلفله، وعاد ندير عليهم الصيه ونزيد عليهم هاد الشعريه الصينيه. ملي الا كاين زيتون ولا كاين خيزو مقطع، المهم اللي بغيتو الا بغيتو تزيدوها بحال هاد الحويجات هادو راه كيجيو لذاذ. انا درت غير هادشي اللي موجود حاليا، وغنطيب الطيبات ديالي ها هما كيما كتشوفو بداو كيخمرو شوية. كبيرة كتساعد يشوف بعض المدرسة.
dessiner la clavette sur pot en train. هما البنات بعد ما طابوا لنا الخبزات ديالنا شفتوا كي جاو بعد نعمروهم نفتحوهم على هذا الشكل هذا يجيو زوينين نزيد معاكم حتى اخرى ها تفتحي بالضبط على هذا الشكل هذا شتي؟ ها هو